أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذه المرة نعود بكم إلى العراق الحبيب مجددا، نعود بكم إلى شعراء العراق الذين هم مثل دجلة والفرات لا يمكن أن ينضبوا يوما من الأيام. أشعارهم وأحاسيسهم ومشاعرهم دائما في حالة تجدد، من الأنبار تحديدا من الفلوجة الصامدة. معنا من هناك الشاعر الجميل الأستاذ إبراهيم الكوبيسي. حياك الله أستاذ إبراهيم، وأهلا وسهلا بك ضيفا على بيت القصيد والرافدين. أهلا ومرحبا مصطفى، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة الراقية الجميلة كي نكون معكم وعن بعد، ولكننا قريبين منكم وفي قلوبنا. أنت دائما لابد قريب أستاذ إبراهيم. دعنا في البداية نتحدث عن تجربتكم في مجلة مرايا، وهي مجلة ثقافية شعرية عراقية تعنى بالشباب العراقي وتقدم لهم الوجبة الثقافية النقية التي لا تشوبها شائبة، وإنما هدفها الرقي بالجيل. كلمنا عن هذه التجربة، مجلة أو صحيفة مرايا، تفضل. أستاذ الحبيب، مجلة المرايا أسسناها عام 2016 حقيقة، شهر السابع صدر العدد الأول من مجلة المرايا، وهي مجلة متخصصة في الأدب بعيدة عن كل شيء، مجلة أدبية بحتة، أدبية ثقافية تشمل كل أنواع الأدب والثقافة، ومجلة شهرية تطبع في العراق وتحديدا في مطبعتنا حقيقة، ومستمر والحمد لله، ونشرنا وعبرت حدود العراق، أخذت مجال الدول العربية، في كل عدد لدينا مشاركين، شعارنا أحب شعار العرب، ووصلت إلى أغلب البلدان العربية حقيقة عن طريق المهرجانات، وترسل مع الشعراء مع في المهرجانات وفي الدعوات، وصلت سوريا، مصر، تونس، الجزائر، تركيا، وصلت أغلب الدول العربية حقيقة. نعم. الحمد لله مجلة ماشية. نتمنى لكم النجاح. نستطيع أن نؤدي بعض الشيء في الأدب. نتمنى لكم التوفيق المستمر بإذن الله أستاذ إبراهيم. الآن دعنا نتحدث بطريقة مختلفة ونذهب إلى الشعر الذي تجيد، ولكن قبل القراءة نذهب إلى سؤال متعلق بالشعر والمشهد العراقي. هل ترى الشعراء في العراق أو الكم الأكبر منهم يتجسدون أو يتماهون أو يندمجون مع واقعهم ومعاناة شعبهم، أم أن هناك حالة من استيراد أفكار ربما لا تنسجم ولا تتفق مع الظروف العراقية؟ كيف ترى المشهد الشعري اليوم؟ لا أخفيك أستاذ مصطفى، الشاعر العراقي منذ القدم ويذكره التاريخ شاعر ممدود بالتراب العراقي حقيقة وبالدم العراقي، وعند قراءة أي نص شاعر عراقي وكأنك تقرأ العراق فيما في أي قصيدة، في خاصة قصائد الوطن وقصائد النضال، عندما تقرأ قصيدة لشاعر ما وكأنك ترى العراق في هذه القصيدة، أي أن الشاعر ممدود عراقيا حد النخاع، ولا يستطيع من المحال أن يبتعد شاعر عن الشارع العراقي. الشاعر العراقي وهب نفسه لهذا الأمر حقيقة يعني، والدليل كثير من شعرائنا العراقيين القدامى والجيل السابق وجيلنا الحالي، فلهم تجربة بهذا، تجربة واسعة. نعم. في الانصهار في بودقة الأحداث التي مرت في العراق. نعم. من كبار الشعراء العراقيين الراحلين، دعنا نتحدث عن الراحلين كي لا يغضب أو يحنق المعاصرون، دعنا نتحدث عن الراحلين قليلا، ومن كبار الشعراء العراقيين الراحلين الذين أثروا تجربتكم الشخصية وأثروا في أبناء الجيل. الجواهري عبد الواحد، أولئك القامات الذين تعلمنا منهم حقيقة يعني. نعم نعم.
طيب إذا أردنا أن نتحدث على المستوى الشخصي وتأثرك شاعرا عراقيا، بمن تأثرت من هؤلاء القامات؟ بالسياب، بالرصافي، بالجواهري، بعبد الواحد، بمن منهم؟ من كنت قريبا منه أكثر فكان أقرب منك؟ السياب. السياب الحب. نعم. لماذا السياب بالذات؟ شاعر النضال، لأنني وجدتني قريبا منه، وجدت نفسي قريبا منه هكذا عندما أقرأ للسياب، وخاصة في سنوات البداية، أقول وكأن هذا رجل يتحدث عني، وكأن هذه القصيدة فصلت عني عن حياتي هكذا، وجدتني في السياب. ما شاء الله. ثم قرأنا لعبد الواحد، لوزاق عبد الواحد رحمة الله عليه، وجواهري هو الأساس حقيقة الذي تخرج من تحته أقل دعاء العراق. كانت تجربته نعم. كانت كاملة عامة. طيب خلينا الآن خلينا الآن على ذكر السياب والجواهري وهؤلاء القامات، الرصافي وكذلك عبد الواحد، الدكتور عبد الرزاق عبد الواحد رحمه الله جميعا، إلى جانب العشرات من الشعراء الذين أثروا المشهد العراقي والعربي بشكل عام. خلينا نروح لأولى القصائد اللي راح تقرأها علينا. تفضل يا أستاذ إبراهيم، إلى قصيدة الافتتاح. قصيدة الافتتاح. تفضل. نعم. لك المنبر والكلمة إذا. شكراً لك. أقول في قصيدتي التي عنوانها أمل البهاليل. نعم. أقول قبل راح الصبر واسكن عند دكتها، وانسج همومك ثوبا وارتديه تقى، وعظم الآلة المعطاء في زمن شح الندى فيه لا غيث يفيض نقى، وارسل مع الريح صوتا شامخا عذبا كيما يكون لمن يونوك منطلقا. كم أوغلوا فيك عتبى غير أنهم لم يحسنوا العد والأيام محض شقا، ولملموا الألسن العوجاء يحملهم، ما كان يحمل باغ داغ وخناقا، وأغرزوا تحت جنح الليل مخرزهم، وفي الشعاب أذاعوا إنه سرقا، لم يبق دونك من كانوا تلوذ بهم سوى البهاليل كم حملتهم قلقا، كانت مواويلهم تحكي بأن يدا من خلف أزمنة تهدي لهم عبقا، كانت جددا كانت مواويلهم تحكي بأن يدا من خلف أزمنة تهدي لهم عبقا، بيضاء تحمل خيط الفجر ترسله لكل سار مضى يستوجس الطرقا، كان صغارا إذا ما رحت تنظرها تلك الأماني وكانت عندهم فلقا، هم أوجدوك وفي أفكارهم رسموا أحلامهم واستكانت ترتجي ألقا، وكنت وحدك صوت الأرض تحسنه، وكنت وحدك فيهم تبصر النفقا، يا أيها الصامت الممزوج في رئة كن سيد السبق وامدد للوى ربقا، كي ينتقل فوق وجه الأرض في ثقة لينسوا الحب والأراد والحبقا، قم وانسف الصبر واعلن بدء ملحمة، واجمع شتاتك وامنح لو حبك العبقا، فأنت آخر من كانت تلوذ به هو البهاليل، فانهض واعتل الثقا، هو البهاليل فانهض واعتل الثقا.
دائما ستنهض وتعتلي الآفاق لا أفقا واحدا فحسب. أستاذ إبراهيم، لفض أفوك ولا عدمنا حضورك المميز، أو لا عدمنا حضورك ولا عدمناه. دعنا الآن نتحدث بمسألة ربما تكون فيها العديد أو الكثير من المشاكل. الشعر والمسرح والقصة والرواية ومختلف الأجناس الأدبية هذه، هل ترى أنها تعيش حالة من التكامل في زماننا أم حالة من التنافس والتسابق الذي ربما يصل إلى درجة التناحر مثلا؟ أستاذ الحبيب تفضل. كل الأجناس الأدبية، الأجناس الأدبية كلها تعمل، وكل يعمل على ما يراه. وأعتقد في وقتنا الحاضر وكان في حالة تسابق، الشعر يريد أن يستلم، يعتلي المسرح كذلك، جميع الأجناس الأدبية. ولكن يبقى الشعر هو اللسان الأقوى، لأنه حاضر في كل وقت وفي كل جيل، تختلف عن مثل المسرحية أو القصة أو لها روازها، ولكن الشعر يبقى هو الأسمى وهو الأقرب وهو الأعلى صوتا. نعم. أعتقد هناك تلاقح بين الشعر والمسرح، لأنها تعتبر مكملات لبعضها. نعم. وكثير من المسرحيات الشعرية التي خلدها التاريخ وكتبت كتبها الشعراء ومثلها المسرحيون، إذن هناك تكامل كي تم للثاني، وهذه هو الأدب وهذا هو الثقافة. لا يستطيع أن نهج واحد أو جنس واحد أن يعمل لوحده. نعم. أستاذ إبراهيم، على مستوى الأنبار مثلا، لا الفلوجة المدينة التي تنحدر منها حضرتك، يعني على مستوى الأنبار بشكل عام والعراق بشكل خاص، الأنبار والعراق بشكل عام طبعا، إذا ما أردنا أن نتحدث عن الأثر والتأثير، هل ترى أن الحالة الشعرية العراقية صاحبة أثر ثقافي ضاغط في المشهد الثقافي العراقي، أم أن الشعر يحتاج الكثير حتى يؤثر ثقافة في عموم العراقي؟ أستاذ إبراهيم، هل أنت معنا؟ نعم، أسمع. تفضل بالإجابة، أم تريد أن أعيد عليك السؤال؟ الشعر موجود في لا الشعر موجود في كل وقت في كل حين. الشعر موجود في كل وقت في حين. ولكن مشكلتنا في السنوات الأخيرة حقيقة الشعر الشعبي أو الشعر العامي الذي غزا أغلب الدول العربية. نعم. حقيقة حتى في لدينا أصدقاء مصريين أردنيين، الشعر الشعبي أو الشعر اللهجة العامية الذي أخذ حيزا كبيرا من الساحة الأدبية. نعم. بحيث له نستطيع أن نقول له رواده أكثر من الشعر الفصيح، الشعر العودي أو الذي نتحدث به الآن. يعني أنت تجد رواده الشعر المحكي أو الشعر الشعبي، تجد رواده أكثر من رواد الشعر الفصيح في زماننا. نعم، وهذه ندخلها في باب لماذا قبل الاحتلال ما كان الشعر المحكي أو الشعر الشعبي ما كان له هذا الصوت وهذا الأفق الواسع. نعم. فهذا الأمر جاء مع الاحتلال، وله أسبابه وله أهدافه. أحسنت. أقولها بتحفظ حقيقة. أحسنت بقولك المتحفظ الذي أدى الرسالة وأبلغها بالكثير من البيان والإحسان. أستاذ إبراهيم، خذنا إلى قصيدة جديدة الآن، ما رأيك؟ حياك. تفضل اقرأ علينا قصيدتك التالية. إليك الكلمة والمنبر كالعادة. لتكن ثانية من الغزل، ما رأيك يا أستاذ مصطفى؟ غزل عراقي، غزل دمشقي، غزل فراتي، غزل أنباري، فليكن الغزل، تفضل وليكن، طالما أنه من العراق فحي هلا به. نعم،
سلمك الله وعافاك. تفضل. أقول أزهر الخد حينما الفجر طل، زاده النور حمرة، زاده النور حمرة إذ تجلى. قلت نفسي بين الرياض كأني في موج منها غرام تدلى، فيك حسن لم ترتقيه قوافي، وجمال منى له الشعر قولا، جبنة الحب تمس أبقى وأبقى، فيك أشد الهوى وأرجوك خلا، علليني فإن بي ألف عشق، شبه سرب طافت تود محلا، طاقت بابكم وقالت بهمس، يا ملاكي هل منحتيه وصفا، جاءني الصوت والصدى منك سبقا، قال مرحى فأنت في العشق أغلى، والتقينا وغنت النفس لحنا، قلت زدني من الغرام المعلى، آية الحسن إنما روحي عطشا، فاحمليها لنبع حسنك حملا، وانقلينا لعالم قومي، واغرسينا روحي وروحك ظلا. الله الله. سوف ينمو ويملأ الأرض عشقا، سوف يزهو ويعتلي الدوح كلا، طفلة أنت في الغرام وقلبي لم يزل في هواك أجمل طفلا، فتعالي نعيش في العشق شوقا، فتعالي فإنما الروح تملى، فتعالي فإنما الروح تملى. ما شاء الله عليك أستاذ إبراهيم، حتى في غزلك شجن عراقي وانسيابية فراتية لا تخفى على كل ذي لب مطلع محب لهذه اللغة المنسابة العابقة الجميلة. ما رأيك الآن أن نخرج إلى استراحة شعرية نستضيف من خلالها شاعر آخر بقصيدة قصيرة، ما رأيك أن نستمع عليها أنا وأنت أستاذ جميل. إبراهيم جميل جميل جميل. إذن مشاهدينا الكرام دعونا نتابع الآن هذه القصيدة للشاعر السوري المتميز أنس دغيم، ومن ثم نواصل رفقة شاعرنا الأستاذ إبراهيم الكبيسي من العراق. ابقوا معنا. ما زال في آفاق كوني رعشة تجتاح بيت القلب من حين لحين، طارت بقلبي ذات يوم وارتقت لتطوف في ملكوت رب العالمين، ضجت ملائكة السماء وأرسلت تستفهم المولى عن السر المبين، فأجابها هذا فؤاد عاشق أعلاه عشقي عن هوى ماء وطين، يا رب ما زالت ألست بربكم تسقى بماء بلى وبالورد اليقين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من الأنبار في العراق الحبيب، معنا من هناك الشاعر الأستاذ إبراهيم الكبيسي. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذ إبراهيم، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. أستاذ إبراهيم من القلب لكم أشكرك. إذا أردنا أن نتحدث عن قصيدة المديح النبوي أو القصائد الروحانية، ألا تتفق مع كثير من الشعراء والنقاد حتى الذين يرون أن مثل هذا النوع من القصائد أوشك على الانقراض وبات قليلا في الساحة الأدبية؟ شعر المديح نعم هو
مصطفى هذا الشعر لا ينضب، لا ينضب ابدا. نعم. يبقى في الوقت مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا اعتقد ان ينضب في اي زمان، وان ضعف في وقت ما لظروف العالم وظروف الناس التي اطاحت او احاطت في العالم كله، ولكن يبقى الشعر المديح النبوي من الجمال ومن البهاء، ويقول ما هو أفئدة الشعراء حقيقة. نعم. طيب إذا أردنا الآن أن نتحدث عن فكرة الإيمان بالثقافة وأثرها ودورها بتصحيح مسار المجتمعات وفتح أبواب التقدم والرقي الحضاري لهذه المجتمعات، هل ترى فعلا أن المنطقة العربية التي نعيش فيها مؤهلة فعلا للعب هذا الدور أن تقدم المثقف، أم أن المثقف لا يزال دوره هامشيا؟ المثقف في الوطن العربي بالذات، نعم، دوره هامشيا ابدا، حتى وان على الصوت وقال والمثقف وكذا، يبقى المثقف في هذه الفتره حقيقه، هذه ال20 سنه التي مضت غيرت الكثير من المفاهيم. انا لست ضد او مع حقيقه، ولكن مع الشاعر الادبي. ال20 سنة هذه التي مضت أكلت الكثير وأماتت الكثير. المثقف العربي ليس له أي دور، حتى وأن يقول الحبيسي ضد المتخلف ليقول ما يقول، المثقف العربي ليس له أي دور يحسب. ونحن هنا يقول نعمل أنفسنا بأنفسنا. نعم. المثقف العربي مع الأسف ليس له أي دور في أي شيء. أوكي، إصلاح كلام حديث أمام الناس، ولكن لا يرتقي لما توجوه النفس. يجب أن يأخذ مجالا أوسع، يجب أن يأخذ أفقا أوسع، يجب أن تمد له الأيدي، أيدي السلطة يجب أن تمد له وتعليه وتوطيه، ولكن هذا ما موجود في كل المجتمعات العربية. اوكي، هنا فيسبوك وانترنت، ونستطيع ان نقول انفتاح حقيقي، ولكن يا استاذ انا لست مع ان المثقف العربي له الدور، وله ليس له ذلك الدور الذي يرتجى من المثقف. يعني المثقف كلمه عظيمه، نعم، وكلمه تشمل الكثير من المعايير، وتشمل الكثير من النقاط، ولكن اضاعوها عليه. لكن ربما يعني يتذرع أحدهم وله كامل العذر طبعا بالظروف التي تعيشها بلاده والواقع الصعب والمرير الذي يعانيه مثله مثل بقية أبناء مجتمعه، فالشاعر أو المثقف هو جزء من مجتمع يتعرض إلى الكثير من المؤثرات فيتأثر بها. على أي حال، دعنا نعود إلى الشعر حتى تسري علينا به. تفضل مجددا إلى القصيدة التالية أستاذ إبراهيم، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ لك القصيدة ومجازها ومدادها، تفضل. في قصيدة كتبتها قبل أيام، نعم قصيدة آخر قصيدة أعتقد كتبتها عن العراق العظيم، ولأن العراق رأس العالم، نعم، هكذا أراه، ليس لأني عراقيا، ولكن التاريخ هو الذي يتحدث. تفضل. فعراقنا قد بيع، وأقول فيها عنوانها فتح المزاد، وأقول فتح المزاد على العراق منادي، يا صاحب الصوت الأجش الغادي، فاعلن على الملأ الذين توافدوا من آخر الدنيا إلى بغداد، خذ من محاسن أرضنا وترابها والوافدين وما حوت بلادي، هذا عراق الخير ليس كمثله، بين البلاد وفيه غنى الشادي، لا تبخسوا وطني فإن ترابه قد خالطته دماؤنا بالسهاد، ولدجلتي حز الوريد إلى ولدجلتي حز الوريد وإن شكا
عطشا فيوى حوضه والوادي. لا تنس بغداد الجميلة كالندى ومراقد الزهاد من أسيادي. يا الله حتما سيدخل في المزاد بخلسة أبناء جلدتنا من الفساد. ولتخبرن الجمع ليس دراهما ثمن العراق، وقل لهم يا حادي ثمن العراق لمن يكون على المدى ليلا بلا شرف ودون رشاد. ثمن العراق بأن تباح كرامة للمشتري ويعيش في الأصفاد. ثمن العراق دماء من خان النقاء ومشى مع الغازي بكل تمادي. كثون إذا ما رحت تحسبهم وكم لبسوا القناع مخافة الزهاد. لا تبتئس يا صاح وانكر دمعة من مقلتيك فدمع عينك بادي. فلسوف تنجب أرضنا أسيادها يوما ويشتث الخنا بزنادي. ويذاع في النهرين صوت عزيمة ويذيع في الآفاق فض مزادي. ويذيع في الآفاق فض مزادي. لكن العراق وأنت واثق بعد لا فضفوك أستاذ إبراهيم، لكن العراق لا يقبل التجزئة ولا يقبل الانقياد إلى العابثين ولا أن يكون على طاولة مزاد بعض المتطاولين. أنت واثق من صحة هذا المعتقد الوطني أليس كذلك؟ لا بد الصحيح أن يكون وإن طال المدى، ولا يصح إلا الصحيح. أحسنت أستاذ إبراهيم. نعم. إذن بعد هذه الوجبة الدسمة من القصائد لابد أن نخرج إلى فاصل قصير، ما رأيك أستاذ إبراهيم؟ حياك. مشاهدينا الكرام، إذن نخرج إلى هذا الفاصل الآن، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم ضيفنا هو الشاعر إبراهيم الكبيسي من الأنبار في العراق. حياك الله أستاذ إبراهيم، ومجددا دعنا نتحدث الآن كيف للشاعر أن يتجاوز بكلمته أن تكون كلمة مكتوبة على ورق فقط ويحقق هدفها بإثراء الأمة وبوضع كل من حوله على الطريق المستقيم الذي ينبغي، التأثير بالآخر. كيف يمكن أن يصل الشاعر إلى مرحلة التأثير بالآخر متجاوزا فكرة الكلمة فقط؟ الشاعر مرآة شعب حقيقة. نعم. والشاعر يجب وهناك لدينا أمثلة كثيرة من الشعر في كل البلدان العربية، كم أنهم أقيمت ثورات من أجل قصيدة أو ردا على قصيدة كتبها شاعر ما في يوم ما. نعم. الشعر شاعر يستطيعان أن يميلان دفة الأمور لما يريدون، وخاصة في مجال النضال والحروب والتحرير حقيقة. نعم.
هذه القيم له العالية، أفاعل. هذه القيم العالية التي تتحدث عنها، هل يمكن للشاعر منفردا أن يحققها ويرسخها في وجدان الناس جميعا، أم أن الشاعر بحاجة إلى أيادي تدفع به؟ أكيد الشاعر وحده لا يستطيع، هو كتب القصيدة ولكن لم يجد من يسانده في قوله، ومن يلتف حوله، ومن يكن معه في، وكأنه جزء من مجموعة، شاعر جزء من مجموعة، والمجموعة هي التي ترتب الأمور وتوظفها، وشاعر بحاجة إلى الشعب الذي يسمع منه، والذي يجسد كلامه ويقيم قصيده. أحسنت. إلى القصيدة الجديدة التالية التي ستقرأها علينا الآن أستاذ إبراهيم، تفضل، وكلنا شوق للقصيدة الجديدة، تفضل. أستاذ إبراهيم. نعم، لك الكلمة، وكلنا شوق لأن تشنف آذاننا بنصك الجديد، لك أن تبدأ قصيدتك الآن، تفضل. قصيدة عنوانها قالت لي. نعم. هذه مقصودة، فأقول فيها: هيا إلي فما عادت تطيق نوى روح التي أجدبت من بعد ساقيها، هيا إلي فإن الصب أسدفني والنفس دونك قد ملت بواقيها. الله الله عليك. يشاغلي رغم ما في القلب من جمد، أبقى إليك وتبقى أنت شاديها. يا سيدي يا شذا روحي أيا أريقا، ما كنت أعلم أن البعد يخطيها. عد لي رجوتك أن تأتي على غبش وتنثر النور فيها في صحاريها، وتزرع الزهوة في آفاق من عشق جمال عينيك، فقط كل ما فيها. إني أسيرة، هذا الوجد يرهبني، بعد أطال دروبا كنت حاديها. متى ستمنح أيامي نظارتها وتنصف الهم في همس تناديها؟ لا شيء دونك في دنيا أعيش بها، وليس لي غاية إلا لك تحييها. هذه أنا والأمان البيض، هذه أنا والأمان البيض، أعرضها أمام عينيك هلا كنت شاريها. عدي حبيبا وعد فجرا أتوق له هذه المعاني، فكن نورا تفاديها، فكن نورا تفاديها. وأنت هذا النور الذي يهدى إلى كل مهتم محب مقدر للجمال في زمن الصعاب وزمن المتاعب. أستاذ إبراهيم، إذا أردنا نتحدث عن هذه الفكرة، الكلمة التي تفتح أبوابا من الأمل في ظل ظروف مريرة وقاسية، من سيهزم الآخر؟ الصحيح لا يهزم، والحق لا يهزم. وإن طال عمر الباطل، الصحيح لا بد أن يثبت ويقول ويعود ويلتلم الغاية. نعم. إذا أردت أن تتحدث الآن على المستوى الثقافي فيما يتعلق بالفلوجة مثلا، وأمنية أو رجاء شخصي من أجل التطور الثقافي، من أجل أن يأخذ المثقف حقه، من أجل أن يكون للقصيدة أثرها وتأثيرها في العامة قبل الخاصة والنخبة من الناس، ما هو الرجاء الذي يرجوه بشكل شخصي الأستاذ إبراهيم بعيدا عن فكرة مجلة أو صحيفة المرأة؟
المنتديات الأدبية. المنتديات الأدبية مثلا، المنتديات الأدبية التي تفتقر لها محافظة الأنبار على العموم، هو ليست الفلوجة لوحدها. نعم. منتدى أدبي بالمستوى المطلوب غير ما موجود. اسم أوكي اتحاد أدباء العراق أو الأنبار، بس لا لا يوجد، لا يوجد مقر، مقر يلتقي فيه الأدباء. لدينا قاعة كذا وقاعة فلان وقاعة فلان ونقيم فيها المهاجن، ولكن شيء مخصوص لهذا الأمر ليس موجودا. نعم. ولكن الناس الفلوجة فيها من المثقفين الكثير، لا لا حقيقة رجالات العراق. ولست عندما أتحدث عن مدينتي لست منحازا لها، ولكن رجالات العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الأصل بداياتهم من الفلوج، مع احترامي لكل مشايخنا وأساتذتنا من جميع محافظات العراق، ولكن الأنبار لها الحظوة الكبرى في تاريخ العراق. فملتقيات الأدبية، مكان مقر الاتحاد العام لأدباء وكتاب العراق فرع الأنبار، ماكو بالأنبار قاعة لإقامة المهرجانات التي توثق عمل الشاعر ونشاط الشاعر، ما موجودة. ظروف نستطيع أن نقول ظروف وضع البلد كذا وهكذا. اتضحت الفكرة. بعيدا عن الإسهاب بالشرح، فإن الدخول إلى التفاصيل العميقة أحيانا يعني يعود على البعض بالأذى. أحسنت، ونحن نكره أن نعرضك مثلا للأذى أو أن نكون ممن يسعون إلى ذلك، حاشا. الآن أريد منك أستاذ إبراهيم قصيدة جديدة عراقية من أجل العراق ومحبي العراق. ماذا ستقرأ علينا؟ ونريد للنص أن يكون عراقيا خالصا هذه المرة. عراقيا خالصا. تفضل. لأنك في العراق أبو اليتامى. إيه. ستمتلئ انتشاء وانتجاما، وتعلن للزمان بصدق قول بأن المجد يصنعه النشامى. مجددا، لأنك في العراق، لأنك في العراق أبو اليتامى. ستمتلئ انتشاء وانتجاما، وتعلن للزمان بصدق قول بأن المجد يصنعه النشامى، وتحمل للفضاء لرحب شمسا إذا شمس الضحى ملت مقاما، وتزرع في فياق النفس زهوا، وتمنح كل محروم وسامى. يا الله. لأنك من فرات الصفو حقا، ودجلة ماؤها يشفي السقاما، فإنك أجمل العشاق قلبا، وأنك فإنك أجمل العشاق قلبا. مجددا مجددا، فإنك أجمل العشاق، فإنك أجمل العشاق قلبا، وأنك أنفذ الدنيا سهاما، فطب نفسا وكن في الناس رأسا، وقم عند الصلاة بهم إماما، وقم عند الصلاة بهم إماما. جميل هذا النص الممتلئ بالغضب والمختوم بشيء من الأمل المرتقب على يد جيل من المخلصين المخلصين للوطن الذي يرقبهم بعين حزينة، ولابد أن ابتسامة الفرح آتية لهذه العين، ولعلها تكون قريبا جدا. أستاذ إبراهيم، حينما نتحدث عن هذه الألفاظ التي وردت في قصيدتك، اليتامى، السهام، الإمام، الخزامى، الألم، الوجع، هل هذه الأفكار أو هذه المفردات درجت في الطين العراقي الشعري، أم أنها يعني انزياحات البيئة تفرض ذاتها عليك وبالتالي تعود على المتلقي بشيء من مشاعر الحزن؟
هذا نمط الشاعر العراقي. نعم. الحزن. ونحن أبناء الألم حقيقة، أنا قلتها عدة مرات، نحن العراقيون أبناء الألم. هكذا وجدنا أنفسنا، وهكذا تعرعنا، وهكذا كبرنا، الألم والحزن. نعم. واليتامى وجسدت وكأنها طالب عراقي. نعم. نقول هذا. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن الأستاذ إبراهيم الكوبيسي بشكل شخصي، ولكن في الإطار الشعري أيضا، ما الذي تتوقع أن القصيدة تريده منك يا أستاذ إبراهيم، وبالمقابل ما الذي تريده أنت منها؟ العفو. تفضل. ما أعد العفو. سألتك ما الذي ينتظره إبراهيم الكوبيسي من القصيدة، وفي ذات الوقت السؤال بطريقة عكسية، ما الذي يتوقعه إبراهيم الكوبيسي أن القصيدة تريده وتنتظره منه؟ القصيدة تنتظر الكثير من كل شاعر. نعم. تنتظر أن يكتبها بقلبه وبدمه وبعقله وبفكره، ويا ليتنا أن نصل لهذا الأمر. نعم. لا نريد من القصيدة، القصيدة هي التي تريد من الشاعر. حينما يكتب الشاعر القصيدة، هل يلوذ إليها هربا من واقعه، أم يشكو إليها هموم واقعه، أم الأمران معا، أم غير ذلك؟ القصيدة هي الصديق، أنا أعتبره. نعم. الصديق والخل الوفي الذي تفضل ما في داخلك له، وتحس بأنه يحدث ويحمل عنك. والقصيدة هي الخل الوفي والصديق الحميم للشاعر. وهكذا أنا أرى نفسي في ساعات الألم أهرب إلى القصيدة، وكأني أذهب إلى صديق إلى خل يسمعني بكل مسامعه، فأنا أذهب إليها لأشكو لها. ذهاب المشتاق المتألم الآمل الشاكي المتطلع إلى آفاق شمس لابد آتي يا أستاذ إبراهيم، وهذه الشمس المنبعثة والمنسدلة من خلال أشعتك الشعرية لابد أنها ستتشكل في القريب العاجل، حتى تشمل في كنفها الدافئ كل المتطلعين إلى فجر الحرية. إلى القصيدة الختامية في هذه الحلقة أستاذ إبراهيم، وصلنا إلى آخر عناقيد القصائد، ما هي القصيدة التي ستختارها مسكا لختام هذا العدد من بيت القصيد؟ إليك الكلمة، تفضل. أقول نعم. حمامة الدوح طوفي في متاهات، وعانق الصبح كي أشدو حكاياتي، ثم انثري في فيات الروح بعض شدا، فك الجناح بقربي عند مرساتي، وغازلي أحرفا من لحن قافيتي، كي نحسن الهم في صمت المسافات. الله. حمامة الروح هذه حمامة الدوح، هذا الروح تحكمها حلم ندي، وكم أسرى خيالاتي، وما نجونك هذا القلب ملتهب، والماء حولي ولا يروي انتفاضاتي، أمضي إليك ليالي الوجد أقطعها، وأسكن الصمت أحلى من مقالاتي، علي إلى معكلت في الأفق وانتشرت مع الرياح وطافت في الفضاءات. جميل. فرحت الأنفس الحيرة تدندنها، في ساعة الوجد تشدو بعض أبياتي، على الصدى مسرعا يوما لمسمعكم، ويحمل الصوت يحكي كل آهاتي، ستعرفي حينها كم زفت في سجوا، حمامة الدوح كم أرقت
تفصلي ذاتي فلتعطفي في فتى قد شاقه قلق ثم انسوي أحرفا في سطر صفحاتي ثم انسوي أحرفا في سطر صفحاتي. هذه الصفحات المضيئة لابد أنها ستؤدي رسالة الحب والسلام، رسالة الوطن الذي لا يقبل أن يموت، الوطن الذي لا يقبل القسمة إلا على أبنائه ويرفض أي دخيل أو دسيس أو متآمر كائنا من كان. أستاذ إبراهيم، حتى وإن كنت من الفلوجة إلا أنه لابد بينك وبين شارع المتنبي شيء من المشاعر، أليس كذلك؟ الكتب المرصوفة على جانبي الطريق وبعض الحكاية التي تلح عليك حتى تحدثنا عنها الآن، تجربتك مع شعر المتنبي أو مع الكتاب بشكل عام حتى نترك لك الحرية ولا نقيد أو لا نقيد مع شاعر المتنبي. نعم سؤال العفو أستاذ مصطفى لأن الصوت يتقطع مرة أخرى. أعيد عليك السؤال، علاقتك بالكتاب وفي ذات الوقت علاقتك بشارع المتنبي الذي تكثر به الكتب الأدبية واللغوية. لا أريد أن أقيدك بفكرة وإنما لك حرية الإجابة، علاقتك بالكتاب أو قصص من شارع المتنبي والمشهد الثقافي هناك، تفضل. طبعا أستاذ مصطفى حقيقة شارع المتنبي بداية إبراهيم الكويتي، لأن كنا طلاب في كلية التربية في جامعة بغداد منطقة باب المعظم القريبة على مقهى أم كلثوم الموجود في شارع المتنبي. نعم وهذه صحيح. المقهى كنا نرتادها عند انتهاء دوام الكلية، وكنا طلاب نكتب البيت والبيتين جزء القصيدة يعني وهكذا. كنا نذهب إلى تلك المقهى، مقهى أم كلثوم، نجد فيها معلمين حقيقة، نجد فيها ولحد هذه الساعة موجودين قسم منهم ما شاء الله. نذهب إلى المقهى نجد والله يعني حقيقة للتاريخ، هذا هو العراق وهذه سمة الشاعر العراقي. أحسن نذهب أحسن. إلى تلك المقهى يرتب ويوظب ويعلمون البحر الشعري، يعلمون القصيدة، يرتبون القصيدة ويتحدث معك كأنك ابن له حقيقة، ها ابني تعال كذا، يرتب ويشدب حرفك، وهذه موجودة في شارع المتنبي. ثم كبرنا وقمنا نرتاد شارع المتنبي والمركز الثقافي حقيقة له الفضل الكثير، المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي. نعم. ربما كانت مثل هذه الملامح هي التي تعكس الصورة الطيبة والنقية عن العراق الذي يرفض كل مخططات التشويه. لضيق الوقت دعني أنتقل على عجالة إلى السؤال الأخير أستاذ إبراهيم الكبيسي، كلمة محبة للتاريخ من أجل العراق الذي تحب، ماذا عساك قائل في نهاية هذه الحلقة؟ من أجل العراق، تفضل. العراق أبو الجميع ومحوى أفئدة الجميع، والعراق عراق واحد وشعب واحد ونفس واحدة وقلب واحد. أحسنت أستاذ إبراهيم. ودجلة والفرات منهل للعراق وللعراقيين لكل الأطياف ولكل الأطياف. شكرا كثير. نعم حياك الله أستاذنا الحبيب. شكرا كثير لك أستاذ إبراهيم، وبنتمنى وبنرجو أن تجمعنا الأيام وأن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا أن نستضيفك في استوديوهات الرافدين قريبا بإذن الله. سعدت جدا بهذه الحلقة بصحبتك أستاذ إبراهيم الكبيسي من الفلوجة في العراق. أنا الأسعد حقيقة أستاذ مصطفى، الأسعد لك، الأسعد بقناة الرافدين، الأسعد بالشباب الذين معك. بارك الله. إنها فرصة طيبة أن سويا. شكرا شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا بإذن الله تعالى رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لا
لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.